سعد الله، مرحبا بك معنا على موقع ماسانك تي في. مرحبا بينا لكم هنا في الناس. جينا بغينا نعرفوا شنو هي شنو كيقوم بها الطلاب العنباري هنا في مدينه والماس، اللي من اجل تاطير ديال البراعم ديال والماس والشباب ديال والماس باش يعطيو نتائج ايجابيه ويشرفوا مدينه والماس سواء وطنيا او دوليا. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا مرحبا بكم في والماس. شنو نقول لك، اول مره جيت للولماس جيت هنايا بناء على الرغبه ديال المسؤولين ديال والناس والمسؤولين ديالنا على مستوى المديريه الاقليميه للشباب والرياضه. جيت هنا في اطار واحد استراتيجيه، واحد السياسه الرياضيه كانت واضحه وكنشتغلوا عليها دابا، وبدينا بها شحال هذه مدة تقريبا 3 سنوات. الحمد لله كل عام راه واحد مجموعة ديال الأنشطة، مجموعة ديال البرامج الرياضية كنقول الرياضية فقط، لا ما كاين شي حاجة أخرى من غير الرياضة. بديناها بواحد مجموعة ديال التكاوين في واحد مجالات معينة، وبالأخص على مستوى رياضة كرة القدم وعلى الرياضه ديال كره القدم المصغره. هنا تكوين بالنسبه للمنشط الفرق احياء، بالنسبه لبعض المدربين اللي كيشتغلوا في المجال على مستوى الاحياء، مستوى بعض الجمعيات الرياضيه اللي كتهتم بهذا المجال. بقيت مركز على 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 مساله ديال التكوين، لان بديت بالتكوين، التكوين ديال العنصر البشري اللي غيمكن لي يعاونني ويشتغل معايا ويمشي معايا في تطبيق هذا البرنامج وهذه السياسه الرياضيه. مسألة أخرى انتقلنا لها وهي خلق أول مدرسة ديال كرة القدم في المنطقة دول الماس، واللي كتعتبر أول مدرسة في التاريخ ديال المنطقة دول الماس، واللي الحمد لله دابا وصلنا تقريبا العدد اللي مسجل فيها تقريبا ما يفوق 200 ممارس وممارسة، حيت فيهم ذكور وإناث. وبدينا كنشتغلوا الحمد لله، حنا غاديين درنا واحد المجموعه ديال الانشطه الرياضيه ببعض كتكون مناسبات، وخا ما كتكون لا مناسبه لا والو كننظموا انشطه رياضيه، واللي زعما انا نالت الاستحسان ديال الساكنه ديال والماس. والحمد لله دابا تقريبا انا شخصيا راضي على العمل ديالي وعلى هذه الانشطه اللي قمنا بها. سعد الله، في والماس انت معروف بالطيبوبه ديالك وكذلك حتى من التلاميذ اللي كتشرف عليهم بوالماس. شكرا. هنايا غادي ننتقلوا يعني اقليم الخميسات، نمشيو لمدينه الخميسات بما ان والماس تابعه لاقليم الخميسات. كيفاش كتشوف الرياضه بمدينه الخميسات؟ حنا دابا الان كنشوف والماس اللي هي تابعه للخميسات، يعني متوفره فيها القاعدة المتعدده الرياضات وكذلك سونتر داكو المسبح الجماعي، يعني شيء مبهر في مدينه والماس، في حين ان كنشوفوا الخميسات اللي هي عماله كتعتبر ثاني اقليم في المغرب ما شفناش عندها هذه الميزات هذه اللي كاينه في والماس. في نظرك انت سعد الله العنبار كاطار وطني وغني عن التعريف، يعني فين كتشوف الخصائص بالنسبه لهذه الرياضات ما بين والماس والخميسات؟ في الحقيقه السؤال ديالك هو تيحيني لواحد المساله ديال بحال بغيتي تقول لي ندير المقارنه. هو الفرق ما بين والماس وخميسات، انا اشتغلت في الماس في خميسات على مستوى كنت اطار رياضي، ومن بعد تحولت لمسؤول اقليمي ديال الرياضه، وعاينت المشاكل وعاينت مكامن الخلل اللي كاينه على المستوى الاقليمي. ولكن نهضر بالضبط خميسات والماس، خميسات كتفتقر البنيه التحتيه، رغم ان من حين لاخر كيتم اصلاح الملعب ديال كرة القدم أو العشب ديال الملعب ديال كرة القدم من حين لآخر، ولكن كيبقى هذا الشيء المبادرة ديال الاتحاد الزموري. بالأمس شفنا الجماهير ديال الاتحاد الزموري في واحد اللافتة كتبات فيها ضمان البقاء في القسم الثاني هو إهانة للاتحاد الزموري. واش كتشوف أن فريق الاتحاد الزموري الاسم ديالو الكبير اللي انتصر على اشانتي كوتوكو 3-1 بملعب 18 نوفمبر اللي كان انا كان متوقع كل من نور الدين ايتم الواحد ورحال خالد ويوسف فتحي، من بعد سوء الحظ امام تيبي مازيمبي، ربما في ذاك الوقت ما كانش الفار باش ينصف الاتحاد الزموري. واش كتشوف ان الاتحاد الزموري خمسات واش فري المكانه ديالها في دوزيام سيري؟ في الحقيقة أنا عشت الفترة الزاهية ديال الاتحاد الزموري الوقيتة اللي كانت في القسم الوطني الأول.
ومنين صعد الفريق القسم الوطني الاول، انا ديك قبل ما يصعد كنا كنشتغلوا في اتحاد الجمهوري على المستوى القاعدي، وحصل لي الشرف، حصل لي واحد الشرف كبير ان اللاعبين اللي كونتهم انهم هما لعبوا في القسم الوطني الاول مع فريق الكبار، وكانت واحد كان واحد العمل دؤوب، كان واحد العمل يعني منهجي علمي، رفقه واحد المجموعه ديال الخطور كالحاج حسن مومان، واحد المجموعه ديال الخطور اشتغلنا والفريق صعد وما ننساش الاطار الوطني الكبير السي حسين عموته، اشتغلنا مجموعين والفريق صعد للقسم الوطني الاول وبقى غادي في واحد المنهجيه يعني واحد الخط تصاعدي، واشتغلنا على واحد الامور اللي بكل صراحه وعطات الاكل ديالها. من بعد ولينا كنشوفوا الاتحاد الجمهوري كتراجع سنه بعد سنه، النتائج المستوى الهكاله النادي على واحد ولاو مشاكل على المستوى التقني، ما بقيناش كنشوفوا لاعبين من كيصعدوا من 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 يعني من فئات صغرى وكيصعدوا القسم الكبار، يعني الفئه ديال الكبار يعني مساله اللي زعما كتحز في النفس، انا شخصيا كتعلمني بزاف. ولكن من كنرجع لهذا الشيء كنرجع للغياب سياسه رياضيه واضحه المعاني، ما بقاتش. بالامس القريب ملي كنت انا في اتحاد الجمهوري خميسات كنت كنراهن على بعض اللاعبين اللي خيخرجوا من المدرسه ديال الاتحاد الجمهوري واللي كنت كنتظرهم انه يوصلوا للفريق الكبار، في حين انهم مشاو لفرق اخرى على مستوى المنطقه، انهم مشاو كيلعبوا مع الفاتح، كيلعبوا مع الجيش الملكي، ولا داعي نذكر الاسماء، مشاو بطريقه سلسه بطريقه سهله، كان اتحاد الجمهوري كتكون من اجل فرق اخرى. وانا كنت كنشتغل وكنت كنغير على المدينه وعلى المنطقه، على اساس انا كنت كنشوف كنتمنى نشوف الدراري يلعبوا في الكبار، ولكن للاسف انهم مشاو فرق اخرى، ولقيت راسي بان ما كنشتغلش لصالح النادي ديال الاتحاد الجمهوري، لقيت راسي كنشتغل لصالح انديه اخرى، وبالتالي تعطلت الاوراق ديالي، وواحد لقيتها فكرت فكرت وماشي فكرت، وان جات المبادره من بعض المسؤولين اخرين من الماس، وجيت الماس عاوتاني نبدا على المستوى القاعدي ونشتغلوا على المدى المتوسط والمدى البعيد. باش نرجع لك السؤال ديالك الاخ العزيز ديال القضيه ديال المقارنه ديال خميسات مع والماس، خميسات هي والماس بالامس القريب كما كان فيها والو، مؤخرا ولات كتوفر على بنيه تحتيه مهمه جدا، ملعب من الطراز الرفيع، قاع مغطاه زعما تضاهي القاعات المغطاه اللي كتواجد على مستوى المملكه، مركز الايواء من الطراز الرفيع اللي تقريبا الحموله ديالو 120 سرير، فيها بعض فيها يعني كل كنقولوا دي شومبر في اي بي، يعني بغيت نقول لك بان والماس غدا بسرعه فائقه، فات خميسات بكل صراحه، فات خميسات انا ماشي كنفضل هذه البلاصه على البلاصه، ولكن بكل صراحه والماس غدا في الطريق الصحيح، غدا في واحد التوجه يعني ممتاز، وبطبيعه الحال هذا الشيء ما غاديش يكون كيجي غير من فراغ، راه كاين مسؤولين مور هذا الشيء واللي كيشتغلوا واللي كيغيروا على المنطقه وباغيين يوصلوا للمنطقه زمان الاعلى المراتب. وكنتمنى خميسات الناس ديالها كيف كيقولوا يفيقوا يعني من الصوبات ديالهم العميقه، لان راه هذه سنين يعني سنين والناس ما تحركاتش ما راتش تشتغل، وشيء مؤسف جدا صراحه. والله كلمه اخيره، شي كلمه توجهها للمسؤولين على القطاع الرياضي بمدينه الخميسات او بالاقليم بصفه عامه. بكل صراحه من اجل النهوض بالرياضه ديال بكل صراحة على المستوى الكلمة اللي غنوجهها على المسؤولين على مستوى المنطقة هي نفس الكلمة اللي نقدر نوجهها على مستوى جميع ربوع المملكة، وهي كفانا من الممارسة الرياضية على المستوى العشوائي، بركة من العشوائية، خصنا الرياضة راه ولات علم قائم الذات، خصنا نبداو نشتغلوا بطرق علمية بطرق حديثة، وكفانا من العشوائيه، والعشوائيه راها ضرب الاطناب ديالها، والدليل القاطع على الكلام ديالي وانا من يعني نتحدى اي واحد، الدليل هو العرض الباهت اللي ظهر به ولا اللي ظهرت به الرياضه الوطنيه على مستوى اولمبياد ديال طوكيو، هذا خير دليل، وخير دليل انا قبل كاع طوكيو انا كنت كنتنبأ لهذ النتائج، لان العرض الرياضي ديالنا الوطني بكل صراحه
فهو ما لا انا ما تيقنعنيش وما تيعجبنيش، لان لا زالت العشوائيه يعني كتطغى وكفانا من العشوائيه، وبغينا شويه نزيدوا قدام. شكرا لكم على الحضور العنباري والتحيه. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.